متابعينا الأفاضل، ها هي انطلاقة شوطنا هنا 21، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا بانطلاقة وتحديات هذه الأشواط. نسير معكم هنا بالتحدي، نسير بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وهنا مع القعدان المهجنات الأصايل التي نتابع فيها هذه المسيرة. نسير معكم هنا إلى صدارة هذا الشوط، ومع المقدمة والمركز الأول من ينطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة والمندفع بالصدارة وبالمركز الأول في هذه اللحظات. ياتينا هنا الشجاع عبد الله بن يعان بن عبد الله المهيري وهملول السيف بن سعيد بن محمد النعيمي ثانيا، بينما المركز الثالث الطاغي صالح بن جابر بن صالح العامري، ومن الجانب الآخر السهم رابعا هنا المبارك بن محمد بن نصرة العامري، من ياتينا بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل. شاهين السيف بن أحمد بن خريدة هناك منطلقا خامسا، ياتينا بينما سادس المراكز هنا المنطلق في هذه اللحظات أشقر حمد بن سعيد بن سالم بن حديد الجنوبي ينطلق بانطلاقته على سادس المراكز. المركز السابع هنا ياتي قرضاب سلطان بن سعيد بن محسن الفلاحي، ياتينا سابعا، والمركز الثامن لزايد بن محمد بن زايد المنصوري مع معزم هنا منطلقا على المركز الثامن وتاسع مراكزنا. نايف ياتينا على المركز التاسع محمد بن أحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري، وعلى المركز العاشر والمنطلق مطنوخ علي بن حمودة بن علي الظاهري، من ياتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم هذه الانطلاقات والتحديات الصباحية. لنا عودة شاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول صدارة هذا الشوط، والمنطلق هنا الشجاع عبد الله بن يوعان بن عبد الله المهيري، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هملول في المركز الثاني، سيف بن سعيد بن محمد بن غفينه النعيمي من ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث والانطلاقات والتحديات على ثالث المراكز. القادم الطاغي صالح بن جابر بن صالح، هنا ياتينا العامري بهذه الانطلاقة، وأشقر حمد بن سعيد بن سالم بن حديد الجنوبي رابعا، بينما المركز الخامس السهم هنا المبارك بن محمد بن نصرة العامري، وياتينا معزم لزايد بن محمد بن زايد المنصوري من ينطلق سادسا، والمركز السابع مطنوخ علي بن حمودة بن علي الظاهري، ياتي بانطلاقته وتحدياته الجميلة. القادم هنا القادم كحيلان راشد بن عبيد بالهلي الهاجري، ووصل هنا دلهام، وصل دلهام هنا بانطلاقته. احمد بن سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي من يقدم دلهام بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. القادم هنا صايب محمد بن غبشي بن سالم الاكتبي يقدم على المركز التاسع والمركز العاشر. المنطلق بهذه الانطلاقة زملوق لمنصور بن سيب غلفان لغويص السويدي مع زملوق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة. نعود إلى الصدارة، والشجاع عبد الله بن يوعان بن عبد الله المهيري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، بينما معزم من الجانب الآخر هنا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري المنطلق هنا على ثاني المراكز والمركز
الثالث الطاغي صالح بن جابر بن صالح العامري يأتينا هنا. وصل مطنوخ علي بن حمودة بن علي هنا الظاهري من يأتي على المركز هنا الرابع وخامس مراكزنا. المركز الخامس والمنطلق هملول لسيب بن سعيد بن محمد بن غفينة النعيمي، وهناك كحيلان راشد بن عبيد بن هلي الهاجري من يقدم انطلاقته. القادم هنا القادم 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 أول نداء هنا يأتينا هذه الانطلاقة عجيبة. القادم هنا الدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العمري الله هنا هنا الانطلاقات والتحديات بعد الكيلو متر الأخير والصدارة. الصدارة معزم عزم على الصدارة عزم على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. معزم معزم هنا على الصدارة وعلى المقدمة زايد بن محمد بن زايد المنصوري مطنوخ في المركز الثاني. هنا يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة وعجيب عجيب عجيب للدحبة بن محمد بن صقوح العامري من ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين هنا يأتينا زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي الله، ولكن هنا 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 معزم على الصدارة معزم على المقدمة وعلى المركز الأول زايد بن محمد بن زايد المنصوري المنطلق بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام للظفر سلام على هذا الانطلاق المميز الجميل وهذا الشعار المميز الذي دائما يقدم الجديد هو الجديد. تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، شكرا ايضا لداعم هذا الشعار محمد بن زايد المنصوري. ولحظة الوصول الى خط النهاية معلن الفوز وناموس المركز الثاني. وصل عجيب الدحبة بن محمد بن صقوح العامري، وعلى المركز الثالث الشاهين لزاهر بن فايل بن خليبيش العويسي، وعلى المركز الرابع وصل الطاغي صالح بن جابر بن صالح العامري، وياتينا هملول سيف بن سعيد بن محمد بن غفينة النعيمي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى. دعناها على حضراتكم، نعود مع معزم وانطلاقته وتوقيته الزمني ولحظة الوصول إلى خط النهاية. 7 دقائق و31 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية يسجل التوقيت الأفضل. معزم هنا تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، سلام للظفرة سلام على هذا الأداء المميز والتوقيت الأفضل في سباق صباح هذا اليوم. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام، هناك بشعار أيضا الدحبة بن محمد بن صقوح العامري قاطع باسم عجيب قاطع المسافة في 7 دقائق 34 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان لزاهر بن فايل بن خريبيش العويسي من أتانا مع شاهين بتوقيت زمن مقداره 7 دقائق 36 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس تهانينا لجميع الفائزين.